أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى بلى قادرين على أن نسوي بل يريد الإنسان لينجر أمامه ويسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كلا لا وزر بسم الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة
لا أقسم بيوم القيامة لا أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام
كلا لا وسرى إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصير. ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن عليها كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه ووجوب يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
كرة كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فاق وظن أن له العراق والتفت الساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فاق وظن أنه الفراق التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فاق كلا
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر ذلك بقادر. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك القادر انا عارف
لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على فلينظر الإنسان مما خلق. خلق
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه فليأمر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
هم معيدا. This is the الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
صدق الله العظيم الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين. وكزعوة الإيمان والإسلام لقد سمع الآيات البينات وهو هو الختام. فلها علينا قارئ لزعوة الجزء العربي قبيلة الغارة الشيخ محمد سليمان شهاب القارئ والحكيم بنيت غمر رمالية سجلة زيرة الله القرآنية عبر سير زعنة المحلية والهندسة الكهربائية وكبرى مخازن الفراشة إدارة الحاج عبدو أبو عطية المقيم بطهر حميد الخدمات الفندقية المتميزة إدارة الكابتن عطية الدولي المقيم باسم السيد أيوب الصور مركز ومدينة أبو حناد وحدة التصوير المتميزة إدارة المهندس حامد المقيم بطهر حميد.